يمكن وصفه بأنه كتاب مشاكس ومؤلفاه مشاكسان بامتياز. والمشاكسة هنا لا تقتصر على روح المساجلة أو مقارعة الحجة بالحجة فحسب، وإنما تتجاوزها على مستويين. في الأول يسجل الكتاب جرأة غير مسبوقة بجهة إقدام مؤلفيه الشابين آنذاك على الوقوف بوجه نجوم تسد شهرتهم الأدبية عين الشمس كما يقال، والثاني أن الكتاب أحدث نقلة نوعية في الحركة النقدية للثقافة العربية المعاصرة، وبخاصة في مصر موطن حركة النهضة حتى خمسينيات وستينيات القرن الماضي. الكتاب المشاكس هو كتاب في الثقافة المصرية الذي صدر عام 1957، والمؤلفان المشاكسان هما محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. عاشت مصر منذ ثورة 1919 جملة من التطورات الاجتماعية والثقافية السريعة، وبخاصة ازدهار الحياة المدنية والسياسية، ولا سيما فيما يخص الطبقة الوسطى، وتزايد نشاطها في كل أصعدة الحياة. وإذا كانت النخبة السياسية قد طبعت تلك المرحلة بالكفاح ضد الاستعمار، فإن النخبة الثقافية خاضت معاركها الفكرية بكل جرأة ومعرفة. وحسبنا أن نذكر معركة كل من طه حسين في الشعر الجاهلي وعلي عبد الرازق في الإسلام وأصول الحكم. في هذه الفترة نشأ الحزب الشيوعي المصري الذي أعلن عن نفسه عام 1922، وظل هذا الحزب يمارس نشاطه السياسي حتى جرى حظره بقرار حكومي، فراح يمارس نشاطه سرا. وإلى هذا الحزب ينتمي كل من محمود أمين العالم الذي طرد من الجامعة وأودع السجن منذ عام 1958 حتى عام 1964 مع رفيق دربه عبد العظيم أنيس الذي اعتقل هو الآخر في الفترة نفسها تقريبا. وقد ظل هذان المثقفان صديقين حتى رحيلهما عن الحياة في الشهر نفسه من عام 2009. يقول سارتر إن الماركسية فلسفة القرن العشرين، والحق أنه لم تنجو أي نخبة في العالم من تأثير الماركسية بكل جوانبها الفلسفية والأيديولوجية والنقدية. وكانت مصر أكثر البلدان العربية التي شهدت نخبة كبيرة راحت تفكر من منطلقات ماركسية، وعلاقة الفكر بالواقع وعلاقة الأدب بالصراع الطبقي. وكان محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس من أبرز الرموز التي راحت تخوض معاركها الفكرية والأدبية ضد ما كانا يعتقدان بأنه وعي برجوازي، فجاء كتابهما المشترك في الثقافة المصرية. كان من الطبيعي لمن يريد ممارسة النقد الأدبي الماركسي آنذاك في مصر البلد الذي يضج بالمعارك الثقافية ويحتشد بالقامات الفكرية التي أكدت حضورها في عالم الثقافة المصرية أن يوجه سهامه قبل كل شيء إلى تلك الرموز التي صارت بحكم إنتاجها الأدبي والفكري سلطة ثقافية، كما هو الحال بالنسبة للعقاد وطه حسين والمازني. النقطة التي انطلق منها الكاتبان في نقدهما هي الواقعية الاشتراكية وما تنطوي عليه من علاقة تربط الثقافة بالمجتمع والكاتب بالطبقة والالتزام بقضايا المجتمع والطبقات الفقيرة والتحرر الوطني. وحسبنا أن نلقي نظرة إلى عناوين فصول الكتاب لنكشف مراد مؤلفيه من أجل ثقافة مصرية في الأدب الواقعي، من أجل أدب واقعي، الأدب بين الصياغة والمضمون، عبقرية العقاد، الهارب من الحياة، يقصدان المازني، مأساة الزمن عند توفيق الحكيم، هذه الأخلاق الوجودية ينقدان فيه عبد الرحمن بدوي، الشعر المصري الحديث، وقفة عند نجيب محفوظ وغيرها.
ينطوي كتاب في الثقافة المصرية على نمطين من النقد: نقد أدبي يخضع لقواعد النقد المألوفة واستخدام المصطلحات النقدية كالصورة والمضمون والبطل الإيجابي والبطل السلبي، أي قواعد الكتابة الروائية، ونقد أيديولوجي سجالي مختلف عن جوهر النقد الأدبي، فهو يشطر الأدب إلى شطرين، أحدهما أدب تقدمي والآخر أدب رجعي، حسب وصف الكتاب لمسرحية أهل الكهف، حيث يقول: ولهذا كانت هذه المسرحية من الأدب الرجعي الذي وإن عكس جانبا من الحياة المصرية إلا أنه لا يشارك في حركتها الصاعدة، بل يقبع عند علاقاتها وقواها الخائرة المهزومة. إنه فهم يؤكد فلسفة التخاذل والهروب، ويحارب العقل والبصيرة، ويدافع عن الغيب واللامعقول. اللافت أن محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس أعادا كتابة مقدمة الكتاب عام 1989، مؤكدين أنهما ما زالا ينتميان للجوهر الفكري والمعرفي للكتاب، وشدد على صحة منطلقاتهما النقدية، غير أنهما يعترفان بأن عنايتهما بالدلالة الاجتماعية والوطنية للعمل الأدبي تغلب على الجانب الجمالي الفني. ومن المعروف أن النقد الأدبي الماركسي قد تطور فيما بعد على يد لوكاتش وغولدمان وإدوارد سعيد بشكل يتجاوز النظرة التحتية والفوقية التي كانت تميز النقد الماركسي القديم. لا ريب أن رد طه حسين وعباس محمود العقاد كان له الأثر الكبير على شهرة العالم وعبد العظيم، واتساع تداول نقدهما في الساحة الثقافية المصرية، حتى لو التسم رد طه حسين والعقاد بالتهكم والسخرية منهما آنذاك. إذا اكتفى طه حسين برده على اعتبار أن ما جاء في مقالات العالم وعبد العظيم أشبه بنص مكتوب باليونانية، أي لا يفهم منه شيئاً، داحظاً أن تكون هناك علاقة بين أدب الطبيعة والواقع الاجتماعي. أما العقاد فقد سخر من العالم وأنيس في مقالة إضافية له، ورد على اتهاماتهما له بخصوص موقفه من الوحدة العضوية للقصيدة والعلاقة بين الشكل والمضمون. لقد فتح كتاب في الثقافة المصرية الباب أمام النقد الماركسي، ليصبح أحد مدارس النقد الأدبي العربي الحديث، فصار المنهج الواقعي منهجاً عند حسين مروة ومحمد دكروب ونبيل سليمان وغيرهم حتى الثمانينات من القرن الماضي، أي قبل أن تنتشر في النقد العربي مدارس النقد الأوروبية الجديدة كالبنيوية والتفكيكية، اللتين راحتا تبرزان بنية النص بمعزل عن الشروط الاجتماعية والطبقية. والحق إن كتاب الثقافة المصرية ما زال يطرح على نقاد الأدب وقارئيه جملة من الأسئلة الملحة حول علاقة الأدب بالمجتمع والثقافة السائدة والفئات الاجتماعية والانتماء الطبقي، رغم فشل الكتاب نفسه في الإجابة عن هذه الأسئلة. الكاتبان مثلاً اعتبر أن نجيب محفوظ يعبر عن البرجوازية الصغيرة لكونه منتمياً إلى الطبقة الوسطى، ولذلك فإن الربط الآلي بين انتماء الكاتب الطبقي وكتاباته هو نوع من السببية المبتذلة، وإلا كيف نفسر انتماء فريدريك إنجلز للطبقة البرجوازية ودفاعه عن الطبقة العاملة في كتاباته؟ أما المسألة الأهم التي طرحها عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم فهي مسألة الالتزام في الأدب، وقد كتب سارتر حول هذه المسألة كتاباً بعنوان الأدب الملتزم، وهو الفيلسوف الوجودي المؤمن بحرية الكاتب. وما زالت هذه المسألة موضوع حوار وجدال، بل وصراع بين نقاد الأدب، بل قائل بأن الأدب الملتزم هو الملتزم بالقضايا العامة للإنسان مثل حريته وكرامته وسعادته وخيره، أو قائل بالرأي القديم حول الالتزام بقضايا المجتمع وهو رأي العالم وأنيس، وبين قائل بحرية الكاتب وأن الفن للفن
ومن هنا فإنه بالرغم من مرور 7 عقود من الزمن تقريبا على صدور كتاب في الثقافة المصرية، فما زال ينطوي على قضايا راهنة وخلافية. لقد كتب معاصرهما جلال أحمد أمين يقول: كان عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم بإصدارهما كتاب في الثقافة المصرية كمن يتنبأ بالغيب، فإذا بسيل من الأدب الواقعي ينهمر في القصة يوسف إدريس، والرواية نجيب محفوظ، والمسرح نعمان عاشور والفريد فرج، وفي الشعر عبد المعطي حجازي وعبد الصبور، بالإضافة إلى مبدعي الأغاني بليغ حمدي وكمال الطويل والموجي ومرسي جميل عزيز. إن خطورة كتاب في الثقافة المصرية تتمثل بكون الكاتبين يمثلان نموذجاً فذاً للمثقف العضوي الذي يجرؤ رغم حداثة سنه وتجربته أن يتصدى بالنقد لعمالقة كبار محسوبين على تيار حركة النهضة أمثال طه حسين والعقاد والمازني ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرهم. ولولا إيمان الكاتبين بكتابهما لما تمكن من إحداث نقلة نوعية في تاريخ النقد العربي الحديث. الثقافة كتعبير فكري أو أدبي أو فني أو كطريقة خاصة للحياة، إنما هي في الحقيقة انعكاس للعمل الاجتماعي الذي يبذله شعب من الشعوب بكافة فئاته وطوائفه، ومظهر لما يتضمنه هذا العمل الاجتماعي من علاقات متشابكة وجهود مبذولة.